مساء الخير متابعي ابو كبير ميديا. انا بقول حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل في الحسينة والهوينة. وكلت ربنا فيهم، وكلت ربنا فيهم، حسب الله ونعم الوكيل فيهم الظلمة اللي ما عندهمش دين. حسب الله ونعم الوكيل. انا بطلب حق من الحكومة، بطلب حق محمد. انا عايزه حق محمد اللي موتوه بقاله 8 سنين وما اتكلموش عنه ولا قالوا حاجه. كانوا ضربوه ورموه على السكه، كانوا ضربوه ورموه على السكه وكنا دفناه بدل ما حطوه في الميه وحطوه في الطين. الكفره هما ما عندهمش عيال، ما يعرفوش ربنا. خلي ما حدش هيحاسبهم، هو ربنا مش هيحاسبهم. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا جلال يا ابن فاطمه. معاك عيل واحد ما تفرحش بيه، زمان ما فرحتش بمحمد ما تفرحش بيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. انت بتتنطط بفلوسك، يقول لهم لا، من مليون لاتنين مليون وموتوه. جلال ابن فاطمه بيقول لهم من مليون لاتنين مليون وموتوه. ايه اللي حصل يا ماما؟ احكي لنا تفاصيل الواقع وازاي تم الاعتداء على محمد وقتله ودفنه وهو حي من 8 سنين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل سلطوا عليها محمد على الفتان، يرن قاعد يرن عليها طول النهار وهو بيشتغل. اصحابه قالوا له ده بعد احنا من نص طلبه بيرن عليك ليه؟ قال لهم ده في خير. قبلوا على كوبري حمدي، خده وداه على ترعه بزبيش وسلمه لهم، وكلهم كانوا موجودين بالتفاتف وبالمستشفيات. وسلم عنده وعمرو عبودي ابن عمه على استعداد، وصلاح رياض برضه التكاتك ملانه. فهو اتك على التليفون، عرفوا راحوا بقى. هو قاعد في بنتيك الترعه، راحوا نزلوا عليه. هو نفر نفر هينهد الناس دي كلها ضرب، مسكوه ضربوه. هما ايه اللي خلاهم يدفنوا محمد حي بالطريقه الوحشيه دي؟ اسال محمد عبد الفتاح اللي كان واقف يصوره، كان واقف يصور الجريمة. محمد عبد الفتاح اللي كان واقف يصور الجريمة. في الكواليس حضرتك قلتي ان في بنت، تمام، البنت دي كانت بتحب محمد من ايام المدرسة، هو نسي وسافر ليبيا علشان يصرف عليكم ويبر بيكم، لكن البنت اتجوزت وخلفت اطفال معاه وما نسيتش. اللي قتلوا محمد مين؟ هم اهل البنت دي؟ الحسينة. مين الحسينة؟ هم اهلها؟ اهلها، اخوالها وعمامها واولاد خالتها، وكلهم قرايب مع بعضهم ونسايب واولاد عمتها. اكيد البنت دي حرضت يعني على محمد، علشان هو في كواليس حضرتك قلتي ان هو قال لها ايه؟ اعتقيني، انا مش عايزك، انت واحده متجوزه ابعدي عني. ده الكلام اللي قاله محمد. ده هي متجوزه وهو في الجيش. خلص جيش وما قعدش شهر وقام مسافر ليبيا. سافر ليبيا علشان يشتغل عليك. نسى حاجه زي دي. محمد كان شغال ايه في ليبيا؟ محمد نقاش، وقال لك بدل ما اقعد اتعلم التخفيف، اليوم اللي يقعدوا من النقاشه يروح يغفل. محمد كان شاطر، محمد كان فالح، كان التراب اللي بيمشي عليه بيحبه، الدنيا كلها كانت بتحبه، والدنيا كلها كانت مصاحباه. وتعالي اسالي عندنا في العزبه، شوفوا اصحابه، شوفوا اصحابه وزملاته هينهبلوا عليه، هينهبلوا عليه وهيموتوا. لقيتوا محمد ازاي؟ قالوا لكم ايه بعد 8 سنين من اللف وبتلفوا على محمد وبتدوروا عليه والناس دي سببت لكم مشاكل؟ حضرتك قلتي ان الخياطه اللي في وجه حضرتك سببها الناس دي، كانوا بيعتدوا عليكم بعد ما قتلوا ابنكم؟ امال ايه؟ حدفونا بكام صندوق كاكولا على السطح، حدفونا بالطوب بشهادة العزبة من أولها لآخرها، محدش قدر يخش عليهم. ما سابوش الراجل ده لما صوتوا وقالوا أبو محمد مات، أبو محمد مات. خشوا بيوتهم وقاموا ساكنين على نفسهم. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. أنا بطلب حق محمد، أنا بطلب حق محمد، أنا بطلب القصاص ليهم كلهم، ويهاجروا من العزبة. الناس دي تهاجر من العزبة عشان بيهددوني بموت ولاد. حسام سالم ابراهيم عوض الله قال لي هموت لك كيمو
إذا ما قتلنا محمد، إذا ما قتلنا محمد هنقتل كام؟ وعبد الغفار شد محمد، شد أحمد وكان بشده على ترعة كده وكان عايز يضربه. الكلام ده قبل الواقعة ولا قبل ما عرفته إن محمد توفى؟ لا قبل ما تعرفه ولا بعدها؟ بعدها بقوا يتهجموا على عيالي، بقوا يتهجموا على الباقي بقى بعد ما خلصوا على محمد، يتهجموا على الباقي. يتهجموا على عبد الفتاح الكبير ابو محمد، عبد الفتاح ده ضرب كمان مسكوا ضربه في الشارع، بقول له ما تجيش العزبه، يعني ما انا ما اكون عايز حاجه من العزبه، هو شايع ابني يضربوه، يتلموا عليه يضربوه، يعني اعمل ايه بقى؟ اعيش ازاي؟ مش عارفه اعيش بامان، الناس دي خاينه، الناس دي خاينين. كل التربص والاهانه ديت وقتل محمد ودفنه وهو حي بسبب روايه كاذبه روتها بنتهم. طب واحده عينها فرق هي مش هي عايزه محمد باي طريقه ايا كانت. مظبوط. محمد زملاء في المدرسه، ما المدرسه بتبقى كلها زملاء. وخلاص عدت الفتره وخلاص هو نسي وسافر ليبيا علشان يبر والديه ويصرف على اهله. لكن البنت ما نسيتش وفضل اللي في دماغها في دماغها، لدرجه ان محمد قال لها، حضرتك قلتي في الكواليس ان محمد قال لها ايه، ابعدي عني انت واحده متجوزه، انا نازل اخطب واتجوز. ايوه كان نازل من ليبيا يتجوز، كان نازل يخطب، انا عامله له موضبه له شقته، ده طردونا من بيتنا. طردونا، بعنا اللي ورانا واللي قدامنا، ما خلناش. انا بطلب من ساده المسؤولين يجيبوا لي حاجه محمد عشان يدفنها، عشان الرفات بتاع محمد لسه ما دفنتوه، لسه ما اندفنش. عذبوا محمد، عذبوا محمد احسن عذاب، الناس دي عذبت محمد احسن عذاب. محمد ما كانش هيضرب 100 نفر، لو هو واقف على السكه كان ضربه، انما ما هيضرب 100 نفر اتكتروا عليه، الظلمه الكفره اتكتروا عليه. ومحاضر بقى زي ما تقول، قول كل يوم يعملوا فينا محضر، كل يوم يحدفونا بالطول. ومعانا دلوقتي الحاج والد محمد، البقاء لله يا حاج. ايه يا حاج اللي انت لقيت محمد ازاي؟ احكي لنا تفاصيل الواقعة كده اكتر علشان نفهم منها انت لقيت محمد ازاي، ايه اللي حصل. الحاج ابراهيم الشهاوي الله يبارك له، راجل عنده ضمير وعنده اخلاق، فاهل الحي عارفين قبلنا باربع ايام، محدش جه قال لي يا حاج ابنك لقيناه في الحته الفلانيه، الراجل ده هو ضميره صح. المهم ايه اللي قال للناس اللي كانت واقفه، يا جدعان نبلغ، قال لك يا عم الحاج اردم على العمل، اردم عليه. هو كان لقى ايه بقى؟ جمجمه و جمجمه والسويتر وبقيه العظام والحبل بل ملفوف عليه. فطبعا راح النقطة، قال لي بتوع النقطة، قال لك طالما المردوم عليه ما تشوشرش. الغفير منه. فجه هو ما تشوشرش يعني. لأن كان راجل شهم شهم شهم، اتصل بالنجدة واتصل بالمسؤولين، قال لهم أنا فلان الفلاني ورقم تليفوني كذا، وأنا فلان وأنا معاكم أهو، أنا ما بخافش على اللي مخالفني، أنا بقول كلمة حق. أنا بقول كلمة حق. فرحنا دورنا جري على المكان، والام قعدت عليه، احنا دورنا في مكان تاني من اناهوشي جنبه، والام قعدت عليه، قام واحد من اللي واقفين قال لها والله يا حاج انت قاعده مع فوق ابنك، وابنك نده لك وقال لك اقعدي فوق يلا. وفعلا قامت لقوا البلاطه والفحر، لقوا ايه بقى؟ لقوا جمجمه وايه تاني؟ جمجمه ورفات السويتر وبقيه العظام بس والحبل، لكن بقيت العظام جوه في الماسوره. قول لنا يا حاج هما ازاي دخلوا محمد الماسوره؟ يعني وصف لنا كده، اشرح لنا ازاي تقرير الطبيب الشرعي قال ايه، وازاي هما دخلوا محمد الماسوره، وازاي ربطوه، وازاي محمد ما قدرش يطلع من الماسوره حتى بعد ما توفى، من المفترض ان الميه بتطلع اي حاجه على وشها بعد 3 ايام. محمد لما مسكوه ما هوش نفر ولا واحد كتفه، كذا واحد كتلوا عليه، كذا واحد كتفوه كتلوا عليه كتفوه، يعني لو واحد ولا اتنين هنأمنهم، لكن ركبوا منهم كتفوه كلهم اكتر من كذا واحد، خلي بالك.
المهم ان هم كتفوه وجنبنا نحل، كان جنبه نحل هناك وفيه خشب طويل كده، فبعد ما كتفوه حطوه وزقوه بالخشب الماسوره ديت، طولها اكتر من 15 متر او 20 متر ماسور في بعضهم. وجابوا شيخ حديد على باب الماسوره هنا عشان ما يمشيش مع الميه كده، مش ضد الميه، في اول الماسوره من هنا عشان ما يمشيش مع الميه، ورشقوا السير علشان الجثمان بتاعه ما يطلعش يطفو على بعد 3 ايام، ما يطلعش هو مع الميه، ما يطلعش بعد 3 ايام مع الميه، مع الميه، لان الترعه كانت مليانه ميه والماسوره متر ومتر و20 سنتي السمكه بتاعتها العرض بتاعها. يعني تطلع، يعني دفنوه حي في قلب ماسوره الصرف الصحي، وبعد ما ربطوه دفنوه حي في قلب الماسوره، حطوا طبعا سيخ حديد عشان خاطر الجثمان ما يطفوش على وجه الميه بعد 3 ايام. سيخ حديد 20 مللي من اللي هو تخين. تنيته لما بقى كده اهو سيخ رفيع من كتر الميه لما كلته، يعني الميه لما تاكل الحديد يبقى كلت بني ادم ما خلتش فيه حاجه. لما يكون سيخ حديد من اللي هو التخين المشرشر كده هو مرشوق وعوجنه بحانيه كده ورابطين في الحبل عليه، لما يقوم البتاع الحديد يصدي وجه اللي قراكه، لما سد هنا سد وهنا سد، لما جه يطلع الميه اخدت عزمه في الماسوره طلع الامامي، فهو بيعمل بقى بينظف السد. وحفروا حفرة في الأرض وحطوا عليها كبشة رماد، وحط عليها صندوقين اتنين طيب، وراح جايب رخامة وحاططها عليه. احنا رحنا ندور، يعني سبحان الله في الحتة دي يمكن مرمي ازاز ما اقولكيش، والله ما حد اتعور. الناس اللي بتوع القرية عمالين كله عمال يفحر، ما حد اتعور منهم لأجل ستر ربنا سبحانه وتعالى معاه، عشان ربنا رايد ان الحق يظهر ويطلع رفات محمد بعد 8 سنين، ورايد ان شاء الله ان حق محمد يرجع. لان الحاج قاعده فوق منهم، يقول الحاج قاعده فوق منهم واحد من اللي واقفين عندها، يا حاج احنا ما دورنا ما لقيناش، قال يا حاج انت قاعده فوق ابنك، الناس كلها بص، قال انا بكلمك جد وهتحاسب على الكلمه دي، انت قاعده فوق ابنك. المهم الحاج قامت يشيلوا البلاطه ويرملوا، طلعوا السويتر بالحاج، الدنيا هاجت كله. قول لنا يا حاج في الكواليس، قلت لنا ان الناس دي عوروك واتخانقوا معاك قبل كده. الناس دي وانا في الشارع بيعوني بيتي وهجريني من بيتي. مهجرينك من بيتك؟ هجروني من بيتي. يعني هجروك من بيتك؟ مشيت من بيتك بسبب ظلمهم وبطشهم؟ يحدفوني بالطوب، يحدفوني بكل حاجة، يحدفوني بكل طب حاجة. وإيه السبب؟ ليه؟ عشان ما اتكلمش، عشان أخرس، أدموا على فيا أكتر من كم محضر ويسب ومش عارف إيه، أروح أدفع الكفالات وانسجن أدخل السجن. وأنت ابنك هما اللي دافنينه وأنت المجني عليك وأنت المظلوم. عشان أسكت. يعني بيعملوا فيه بلاغات سب وبلاغات مش عارف ايه. في رأيك يا حاج الشهود مع بعضهم، هم بيجيبوا شهود منهم فيه، بيتهم من الناس بيعملوا محضر ان الجزء 3 حريم وجزء رجال الجن يشهد منهم، يشهدوا زور منهم برضه. طب اقول لك يا حاج، هو دلوقتي كنت رويت لنا روايه في الكواليس، في نظرك ان البنت ديت، البنت اللي روت الروايه الغير صحيحه اللي هي متجوزه ومخلفه اللي كانت بتطارد محمد، هي البنت دي قص البلاوي، قص المشاكل؟ يعلم الله، لو ابن اهل الادب ما هدور عليه. بقول لك يعلم الله ويسالوا يتحرروا عن الكلام اللي انا بقوله ده، يسالوا سنبارك، يسالوا عزبه تردي، يسالوا عزبه حمدي، يسالوا بشبيش على الكلام اللي انا بقوله ده، يعلم الله، لو ابن قليل الادب ما هدور عليه، لكن الناس دي كلها
تحترف بحياة محمد. تحترف بحياة محمد وأدب واحترام. كله بيحب محمد وبيشكر في أدبه وفي احترامه، وهو معروف بسيرته الحسنة والعطرة والطيبة ورجولته وأخلاقه العالية في العزبة، عزبة الترزي في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. الناس حزانة كلها، مش احنا اللي حزانين، الناس حزانة كلها. يعني البنت ديت هي اللي حرضت على محمد أهلها. حسب الله ونعم الوكيل فيها. قلت لنا في الكواليس إن البنت دي حضرت ورق لليبيا علشان تروح وراه ليبيا. عشان تسافر له ليبيا. يبقى ديت بذمتك إنسانة ولا نظيفة؟ لما تسيب جوز عيال او ثلاث عيال، بس امال متجوزه ليه؟ انت متجوزه جوزك ليه؟ لما انت كده عايزه تسافري كده وتعملي كده بتخلفي منه ليه؟ معنى الاصح. او انت او هو راجل ليه؟ او هو راجل ليه؟ مش راجل. يعني هي كانت بتطارد محمد، ومحمد قال لها سيبيني في حالي انا نازل اخطب واتجوز، فحرضت اهلها، عملوا في محمد اللي محدش يتخيله والجريمه البشعه دي. كل حاجه، كل حاجه عندهم زي ندغ اللبان، عالم بهته وعالم برده. بتطالب بايه؟ انا طالب بالقصاص، بالاعدام بتاعها عشان قلبي ارتاح، واخد عظم ابنك عشان ادفن رفات ابنك عشان تدفن بعد 8 سنين ما لفيت على ابنك مش لاقيه. اعمل عذابني. قلبك يرتاح لما تطلب القصاص لابنك. الام لما الام يا ناس قلبها مولع نار. هتعمل عزا لمحمد؟ الاب يمكن جامد، قلبه جامد شويه، انما الام بتنهار. هتعمل عزا؟ اعمل عزا محمد. امتى؟ بعد ما تعيني محمد. بعد ما يجي ان شاء الله. بعد ما يجي حق محمد. حد المشنقه يتحط حوالين رقبته ومزيقها، هجيب ميكروفون وزيع. في الوقت دوت هتعمل العزا لمحمد؟ اعمل العزا لمحمد ابني. يعني حضرتك رافض العزا لمحمد؟ رافض العزا لحد ما يجي حقه ان شاء الله. لحد ما يجي حقه باذن الله. القضاء العادل، من القضاء العادل. القضاء العادل، كلنا كل الثقه في الله سبحانه وتعالى، نصرة المظلوم، الله الحق والعدل. ومعانا الوزير محمد عماره. انا بصراحه ربنا عايزه ان شاء الله هيبقى وزير، لان فوق قمه الاحترام، قمه الجدعنه، وربنا يبارك له. بنشكر كل السلطات، ربنا يكرم القضاء القضائيه، وباذن الله حق محمد يرجع. متعارفين معايا بس انا عايز حق محمد ان شاء الله يرجع. انا عايز ابني عشان ادفنه بعد الله سبحانه وتعالى. نصرة المظلوم الله سبحانه وتعالى، والمحكمه السمائيه محكمه العدل. الله سبحانه وتعالى حق محمد يرجع من المحكمة الأرضية، كلنا كل الثقة في القضاء المصري العادل. والله ما احنا عايزين أكثر من إن شاء الله حق محمد يرجع يا حاج. إن شاء الله حق محمد يرجع يا حاجة ويبرد ناركم. إن شاء الله. ودلوقتي أعزائي المشاهدين هنتنقل للأستاذ محمود، وهو محامي المجني علي، هيكشف لنا كل التفاصيل في واقعة محمد اللي تم العثور على رفاته بعد 8 سنوات. لقوا رفاته، بس اهله داخوا عشان يلاقوه بعد 8 سنوات لقوا رفاته. في الاول برحب بحضرتك. برحب بحضرتك وكل المتابعين. اهلا بيك يا استاذ محمود. استاذ محمود، قول لنا ايه الموقف القانوني في الواقعه ديت، بعد ما الحج والحجه شرحوا لنا بالتفصيل الناس دي عملت في محمد كده ليه، وحضرتك اكيد ملم بالتفاصيل اكثر. تمام. هو طبعا الموقف القانوني، طبعا لما لقينا الرفات اللي موجوده توجهنا لمركز شرطه المحله، وهم برضه ما قصروش، نزلوا وعملوا المعاينات اللازمه. النيابه العامه اتصلت بالدعوه من يومها ونزلت عملت المعاينه على ارض الواقع. نزل خالد بيه عبد الودود عمل معاينه ميدانيه على ارض الواقع. الرفات اللي موجوده اتبعتت للطب الشرعي لتحليلها دي ان ايه. خدنا الحاجة سعدية والحاجة عطية وابنهم كمال اللي موجود اللي هو صغير، ورحنا عملنا تحليل الدي ان ايه اللي موجود. اثبت تحليل الدي ان ايه اللي موجود ان هما ان محمد ده نجل الحاجة عطية ونجل الحاجة سعدية، وهو محمد ابنهم اللي توفى الى رحمة مولاه. بعد كده اتصلت التحريات، كانت اتصلت بالدعوة، عملوا ضبط واحضار للمتهمين اللي موجودين، سبع متهمين. سبع متهمين هما مين يا استاذ محمود؟ السبع متهمين اللي هما اللي موجودين اللي تم احالتهم لمحكمه الجنايات،
المتهم الاول حسام مسعد كامل، المتهم الثاني ده يقرب ايه زوج الست اللي كانت بتطارد محمد، اللي هو كانت بتطارد محمد، هو ده المتهم الاول في الاوراق. المتهم الثاني عبد اللطيف كامل حسين، ده اللي هو والدها، والد اللي هي اسمها ساره بيه الفاديه فاتن. المتهم الثالث كامل عبد اللطيف، المتهم الرابع ياسر محمد عبد الوهاب، والمتهم الخامس احمد سامي كامل، والمتهم الرابع عمرو عبد الوهاب، والمتهم السابع هو المتهم محمد عبد الفتاح السيد اللي هو قاضي محمد ليهم، والاتحادات اثبتت اللي هو حصل على منفعه من انهم وعدوه بان هو يسافر دوله السعوديه وبال... طبعا الواقع كان في يوم الاحد سافر يوم الاثنين، طبعا تاني يوم على طول سافر يوم الجمعه. معنى كده ان النيه كانت مبيته وحتى النيابه العامه في توصيفها للاتهام قتل مع سبق الاصرار والترصد واخفاء جثه كمان لمده 8 سنوات، مش 8 كمان ده 9، يعني 3/3/2024 يبقى 9 سنوات بالتمام والكمال على الجريمه اللي موجوده دي. جريمه النهارده مكتمله الاركان بكل ما تحمله الكلمه وبكل ما تحمله المعنى. الجريمه ابتدات من 2015 واخو الجثمان لمده 9-8 سنوات ونص، 8 سنوات ونص امه وابوه بيدوروا على ابنهم، نفسهم يعرفوا اذا كان حي ولا اذا كان ميت. 8 سنوات والام والاب بيموتوا كل يوم، 8 سنوات والمتهمين دول بيتمتعوا بحياتهم وسايبين الاب والام هم اللي يتجرعوا المر، 8 سنوات وهم خافين واحد وما بيقولوش ولا حتى النهارده الناس دي تعرف ابنهم ميت ولا حي، 8 سنوات والناس دي بتنضرب وبتتهان وبتروح للمحاكم مضروبه ومتهانه وهم المتهمين عشان الناس دي معاها فلوس، 8 سنوات الناس دي كان الحاجه السعوديه اللي قاعده قدام حضرتك ديت لما اتصل الدعوه اتصال علمي بالدعوه جات لي 2019 بضرب اسمها على الكمبيوتر حوالي 9 او 10 قضايا كلها متهمه فيهم الست الكبيره اللي قدام حضراتكم ديت متهمه بضرب في 10 قضايا عشان ما تروحش لحد المحكمه عشان تدور على ابنها. الراجل الحاج عطيه ده متهم باكثر من 13 او 14 قضيه لحد ما اقول لحضرتك ان هم كانوا عاملينهم شخشيخة ان هم عشان ما يروحوش المحكمه. فضلوا هم يهنوهم ويضربوهم وكمان يعملوا لهم الاتهامات الباطله عشان خاطر ان احنا نيجي قدام بس في القضايا العادله. الحمد لله والشكر لله كان صرنا دايما في القضايا ديت وقضايا كانت بتاخد براءه. فالحمد لله والشكر لله اللي حصل دلوقتي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيه، واللي هو الدم ده دايما هو متعلق بامر من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. اظهر الحق بعد 8 سنوات ونص عشان نعرف ان مفيش جريمه كامله. الجريمة الكاملة مش موجودة أبدا، الجريمة حتى ولو كانت اكتملت لمدة 8 سنوات ونص إلا إن ربنا أراد إنه يظهرها بعد 8 سنوات ونص. طبعا. لحكمة لا يعلمها إلا هو. هو ربنا سبحانه وتعالى أظهر في الوقت ده، وبرضه القضاء اللي هو تولى الأمر من أول يعني متوليين القضية كأنها قضية المسلم. وفعليا لان اب وام مكلومين 8 سنوات ونص بيدوروا على حق ابنهم، والنيابه العامه هي القسم الشريف في الدعوه، لكن كانت قسم فعلا شريف حققت الدعوه كما انزل. محمد بيلي بيجي لما حقق الدعوه في الاخر سال لحد تحريات فرع البحث، تحريات فرع البحث اللي هي اعلى تحريات عندنا في القانون، اتسالت الفرع البحث اثبت صحه الواقعه، اثبت ان هم قتلوا، اثبت ان هم اخفوا الجثمان، اثبتت كل الكلام ده من اول وهله، واحنا عارفين ان احنا هناخد حقنا طالما ان النيابه عامه بتدور على حقوق الناس. شريفه طبعا. طبعا الموقف القانوني يا استاذ محمود مش هنتكلم عن الموقف القانوني للمتهمين، ولكن عايزين نعرف مسار القضية رايح على فين؟ القضية نزلت هي أمام حلمي بيه عطا الله المحامي العام حاليا للإقرار بتاع المذكرة بتاعة النيابة الجزئية عشان خاطر إن هم ينزلوا أمام محكمة الجنية. اللي احنا طالبينه حاجتين، في المذكرة الأول احنا طبعا ما بنتدخلش في شغل النيابة، لكن في الأول وفي الآخر احنا بنطلب، وطلباتنا الحمد لله هم من أول وهلة هم بيستجيبوا للطلبات المشروعة اللي احنا بنقدمها. احنا قدمنا كذا طلب، اول طلب دلوقتي اللي احنا بنطلبه ان هو احاله المتهمين محاكمه، تكون محاكمه سريعه وتكون محاكمه علنيه ليكون عبره للجميع،
لان النهارده احنا بنفتح باب شرط ان كل واحد هيخطف جثه الثاني، وطالما ان مفيش جثه مفيش قضيه. واحنا حضرتك النهارده لقينا الجثمان وحصل تحليل دي ان ايه، بكره ممكن ما نلاقيش جثمان، وبكره ممكن الناس دي تقتل مره واثنين وثلاثه ومش هم، الشيطان يسول لناس تانيين. احنا طالبين محاكمه عادله تكون علنيه للجميع وتكون امام الجميع وامام الكف، واحنا واثقين في القضاء المصري وواثقين في دوائر الجنايات في المحله الكبرى ان هي دوائر جنايات محترمه، دوائر جنايات بتحق الحق، دوائر جنايات ظل الله في الارض، دوائر جنايات بيعملوا مبادئ العداله وبيدوا للناس حقوقها. دي رقم واحد. رقم اثنين، الطلب اللي احنا طالبينه، طالبين ان هو العظم او العظام اللي موجوده دلوقتي تسلم تسلم للجماعه للحج والحجه عشان يدفنوها، لان هم فعليا كانوا مكلومين 9 سنوات كفايه يعرفوا مكان ابنهم، حتى لما يروحوا يقولوا البارحه، حتى لما يتسالوا بعد كده ابننا فين يبقوا هم عارفين مكان. الامر الاخر بالنسبه لهم ان هم عايزين للحفر لتجميع باقي العظام، لان لسه في عظام في مكان الحفر، وطبعا المكان النيابه العامه متحفظه عليه بان طبعا ممنوع فيه اي حفر او اي ادوات او اي استخدام اي ادوات. فاحنا محتاجين ان هم يساعدونا في ان هم يدونا التصريح بالحفر عشان يكملوا الاجراءات القانونيه. الامر الثالث واللي احنا بنتمناه من النيابه العامه ان احنا نشوف محاكمه سريعه لحياه اكتر من كده. نزلوا قاعدين في الحوض. فاحنا بنقول ان احنا طالبين بس من المحكمه او من المحامي العام حلمي بيه عطا الله، وطالبين من سياده النائب العام محمد بيه شوقي، سياده نائب عام مصر اللي احنا شايفينه وشايفين الاجراءات القانونيه اللي موجوده وشايفين سرعه الاجراءات، احنا بنقول له يا محمد بيه شوقي، احنا طالبين من سيادتك مخصوص ان سيادتك النهارده تراعي هذه القضيه بنفسك، وان حضرتك تشوفها بعين الاب اللي الام والاب كانوا مكلومين على ابنهم. فاحنا طالبين من سياده النائب العام، واحنا عندنا الثقه الكامله في النيابه، وعندنا الثقه الكامله فعلا في المحامي العام حلمي بيه عطا الله، وعندنا الثقه الكامله في محمد بيه اللي بيشي رئيس نيابه المركز. فعليا الناس ديت لم يدخروا جهدا، تمام. فاحنا ده طلباتنا فقط لا غير، لكن الحق واضح والحق ظاهر بادله الطب الشرعي، الحق واضح بتحريات، الحق واضح باقرارات المتهمين واعترافاتهم اللي موجوده في النيابه العامه. هم اعترفوا يا استاذ محمود؟ اعترفوا الى تاريخ، يعني لما تشوف اعترافاتهم اعترافات غريبه جدا. اعترفوا بانهم خدوا محمد واستدرجوه وتعدوا عليه وضربوه، ومحمد هرب ما شافوهوش. طب شفتوا محمد بعد كده اتبخر، محمد اتبخر، طب سافر، طب عمل، طب سوى، ما نعرفش. يعني من وقت الواقع، وطبعا هو اعترافهم يكفي على هذا الوضع، ان محمد فعلا لما اتلقى في المكان اللي انتوا اعترفتوا بيه بان انتوا تعديتوا عليه وضربتوه، وان انتوا تعديتوا عليه وتعديتوا واستدركتوه لهذا المكان، يبقى اذا محمد مات بايديكم وانتوا اللي دفنتوه. ده الامر النهارده اللي النيابه العامه عملت فيه مذكره تدرس، نشكر بيه عليها احمد بيه البغدادي، نشكر عليها شريف بيه، هم الناس ديت فعلا شريف بيه تفاجئ، الناس ديت فعلا عملوا مذكرات تدرس. وفعليا احنا بنشكرهم لان هم محمد بيه اللي مشي بقيادته، الناس ديت عملوا تحقيقات والله 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 ما بنجاملهم، تحقيقات تدرس. الناس ديت احنا كنا بنبقى حاضرين التحقيقات وبنشوف المجهود الرهيب اللي هم بيبذلوه. فاحنا دلوقتي الناس الاب والام دلوقتي هم طلبهم المحاكمه العادله وان هم ياخدوا حقهم، ما بنتدخلش في احكام القضاء، ولكن بنقول ان الحقيقه واضحه للجميع، ويكفينا المحاكمه الشعبيه اللي الناس عاملاها، ويكفينا اهتمام الصحفيين، ويكفينا اهتمام الجميع بالقضيه، واحنا متابعين معاكم خطوه بخطوه. بس احنا نفسنا محمد بيه شوقي ان والسيد المستشار رئيس الدائره يصرح لنا بمحاكمه علنيه، عشان كل واحد يكون عارف بعد كده ان هو لو عمل جرم هيكون عبره للجميع بالفعل. مش هيكونوا عبره لنفسهم بس. بالفعل بالفعل بالفعل. استاذ محمود كل الثقه في القضاء العادل ان شاء الله ان هو يجيب حق محمد ده بعد الله سبحانه وتعالى. احنا قضيتنا رقمها 2725 جنايات مركز المحله، عشان طبعا احنا طلبنا من معالي النائب العام ان هو يتابعها بنفسه، فده رقم قضيتنا. واحنا واثقين في القضاء واثقين في اللي موجودين، ولكن هو رب الاسره ورب البيت وهو نائب عموم مصر. فاحنا بنشكر، احنا بنقول له احنا
تحت امر حضرتك واحنا اللي تحت امرة حضرتك. فلذلك احنا بنقول ان عندنا السيد الرئيس حفظه الله دايما عنده القضاء العادل والقضاء الناجز، وهو دايما اللي بيوجه دايما القضاء ودايما بيجتمع بيهم في القضاء الناجز. القضاء الناجز النهارده اولى النهارده من القضاء العادل، يعني الانجاز في القضاء هو النهارده يكون اولى للناس دي. الناس دي طول ما هم شايفينهم بيتحكموا مره واثنين وثلاثه وسنه وعشرة، ممكن الست دي تموت والاب اللي بره ده يموت وهم لسه ما شافوش حق ابنهم. احنا طالبين سرعه الاجراءات في المحاكمه ان شاء الله باذن الله. كل الثقه في الله ثم في القضاء العادل ان هو يجيب حق محمد بسرعة إن شاء الله بإذن الله. تمام. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي مشاهدي ومتابعي أبو كبير ميديا، كنا الآن في واقعة يعني مأساوية للغاية. بعد 8 سنوات من البحث عن محمد، الأسرة الأب والأم الملكومين لقوه في مصرف يعني مصورة صرف صحي. طبعا كل الثقة في الله سبحانه وتعالى، سوف في القضاء المصري العادل ان هو يجيب حق محمد بعد 8 سنوات من اختفائه. بشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن الاستماع.